السلام عليكم أخواني متابعي قناة شروحات بالعربي، معكم أخوكم زكريا من سوريا. اليوم راح نتعرف على مكون جديد من مكونات الإلكترونية. في الحلقة أو بالدرس السابق تعرفنا على المقاومة بطريقة مبسطة وسهلة بما يخدم الفني الصيني وليس المهندس أو أي إنسان بيفكر يخترع لحاله دارة أو قوم في تصميم دارة إلكترونية. هذا موضوع تاني اللي احنا موضوع اللي راح نتحدث فيه بخص فنيين الصيانة فقط لا غير. ندخل بلب الموضوع اخواني. هاي قدامنا المكون الديود. الديود له اشكال، من اشكاله هات المعروفات احجامهم، في منهم كبار منهم صغار. خلونا نخفف يكون الشرح خفيف ومبسط. في عنا السطحيات على هالشكلية، هي السطحي، هدول السطحيات، هدول اتنين ديودات شايفينهم، هدول السطحيات. نعم اخواني هدول السطحيات سي ام دي بقولوا لهم، يعني تسميتهم سي ام دي. العاديات مثل ما قلنا النورمال، هدول النورمال اشكالهم. رمزهم على المخطط بيكون دي. الغاية اخواني من الديود هو تمرير التيار الكهربائي باتجاه واحد، يعني راح يمرر التيار باتجاه واحد في هالاتجاه. هو له كاثود وانود. نحن المسميات العلمية مثل ما قلنا راح نبعد عنها، راح يكون الشرح لأي انسان بسيط عادي لا يقرأ ولا يكتب وحب يتعلم مهنة ويستفيد منها. كلكم تعرفوا ان التيار الكهربائي اخواني المتردد بيجي بهالشكلية. هذا خط الصفر، هذا بنسميه الزائد، وهذا بنسميه الناقص. في حال مر التيار الكهربائي من هالاتجاه راح يمنع كل شيء ناقص. هيش الناقص هذا الطرف راح يمنعه، راح يسمح فقط في مرور الزائد. اذا عكسنا اتجاهه يعني راح يصير على هالشكل، راح يسمح بمرور الناقص، راح يمنع مرور الزائد. فبصير عندنا هون زائد وهون ناقص. هاي بسموه نص موجة. في حال بدهم يعملوا بدك تعمله موجة كاملة فبكون اثنين معكوسات. اثنين معكوسات. فبصير هذا بيمرر الناقص وهذا بيمرر الزائد. نفس الشيء هون بيكون مثلث معكوس. هذا بيمرر الزائد وهذا بيكون الناقص. بيجمعوا الزائدين مع بعض وهون بيجمعوا الناقصين، يعني الأرضي مع بعض. هذا بيكون ناقص وهذا راح يكون زائد. هاي موجة كاملة. كفني صيني ما بيهمك هالحديث هذا نهائيا. انت بيهمك هذا ايش الغاية منه؟ الغاية منه توحيد التيار. هذا ديود، هذا منه غاية منه توحيد التيار شايفينه. الشخط بيدلك على الناقص وهذا الخط الاسود بيدل على الزائد. في حال ما وصلنا في هالاتجاهات راح يمرر بس فقط الزائد، راح يمنع الناقص ما يسمح له بالمرور، فقط الزائد. اذا عكسنا الاتجاه راح يسمح في مرور الناقص، راح يمنع مرور الزائد. هذا أسهل طريقة لشرحه، يعني بهالعملية راح يسمح في مرور الزائد. إذا عكسنا اتجاهه هذا اتجاه، أعطينا واحد من هون اتجاه. هي واحد راح يمرر الناقص السالب وهذا راح يمرر الموجب الزائد. هي نصف موجة. حطينا ديود تاني بهالاتجاه
ومن هون ربطناهم على نفس الخط، فراح يعطينا موجة كاملة. هذا بسموه انحياز أمامي. في انحياز الخلفي، هداك للزينر له موضوع تاني، ولكن طريقة فحصه بسيطة وخفيفة ونظيفة. خلونا نفحصه ونشوف طريقة الفحصه تأكد منه. نعم أخواني، طريقة الفحص طريقة خفيفة ونظيفة. حيز قلنا هذا رح يمرر الزائد، رح نحط مؤشر الزائد. لحظة، هذا فصل رح نحط مؤشر الزائد وهو مؤشر الناقص، رح يعطينا قياس. السبب هذا ناقص، الناس الناقص بمرره، هذا عملناه بالعملية العكسية رح يمرر الناقص. هذا زائد راح يمرر الزائد، فإذا راح يعطينا قياس. طيب إذا قلبناه بالعكس، قمنا بعكس القطبية، قطبية الأوفو، مورا يعطينا قياس. السبب مورا يعطينا قياس، قلنا هذا هو الناقص، هذا مورا راح يمرر الزائد، وهذا الطرف معكوس، إذا مورا راح يمرر القياس. بنفحص كمان عن طريق هي طريقة فحصه، بنفحص أيضا وهو على الدارة. هدول الديودات خلينا نقرب الكاميرا عليهم. هاي الديودات أخواني، قلنا هذا زائد، شايفينه هاي الإشارة، هاي زائد وهي ناقص. خلونا نرجع مشان الأوفو يظهر معنا. هي هون ظهر معنا هيك الأوفو، ما في قياس. طيب إذا قلبنا القطبية صار عندنا قياس، هذا سليم. نفس الشيء بنقيسه على الأربعة، هي موجة كاملة بالنسبة للريسيفرات، بالنسبة لكتير دارات هي موجة كاملة. بعض الكروت الغسالات تجي نصف موجة، شوف موجود ديود واحد ما موجود غيره نصف موجة. هون لأني في دارات حسب الدارة، حسب متطلباتك أنت، متطلبات المصمم مو متطلباتنا نحن الفنية الصيانة. نحن راح نتابع نقيس الديودات، الديود عن طريق القياس اللي تعلمناه، عاطل راح نجيب مثل حكيته، ما بنجتهد لا نجيب اكبر ولا نجيب اصغر، نحن منا مصممين، نحن فنيين صيانة. هذا الديود فحصناه من فيه مشكلة عاطل بنجيب مثل حكيته فقط. نفس الشكل من بياع قطع الإلكترونية، هذا أسهل وأسرع شرح أخواني، يعني أسهل وأسرع شرح بالنسبة للديود أو للقطع الإلكترونية. أخواني الشرح بالنسبة للأخوة اللي عم يدرسوا اللي حابين يصمموا دارات، هذا شرح عميق. نحن بالنسبة لنا فقط مصلحي، نحن هاي غايتنا، هذا الغاية اللي بدنا نتعلمه، فقط طريقة صح قياس القطعة هي عاطلة أم شغالة، لا أكثر ولا أقل. ما بدنا ندخل لا بتصميمه ولا من إيش ولا بمصطلحاته العلمية والإنجليزية، خلينا نكون بسطاء. ورحم الله امرئ عرف حده فوقف عنده، نحن جماعة مصلحين ما لنا باش مهندسين. وبالأخير لا تنسونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.